قال الرب يسوع للتلاميذ إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق ليأتيكم المعزل، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. وفي يوم 50 حل الروح القدس على التلاميذ، بدأ الحصاد، وفي اليوم ده اتأسست الكنيسة اللي كانت مبنية على عمل الروح القدس المعزي والمعلم والساكن جوه المؤمنين. يقول الرب يسوع إنه روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. عايز تتملي من الروح القدس النهاردة؟ اعلن ملكية الرب عليك وإنك لا تمتلك من نفسك شيء، وقول مع بولس الرسول: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. المسيح يحيا فيا يعني روحه يملاني ويقود حياتي. الرب قام وأرسل روحه ليسكن فيك. صلي اليوم واترك كل خطية تعطل الملء اللي ليك، وتمتع بعربون ميراثك: روح القوة والمحبة، روح إعلان البنوية للأب السماوي.